11 جريحا، وذلك حسب ما أعلنت عنه وحدات الحماية المدنية التي تدخلت لإخماد الحريق عبر تسخير 14 شاحنة إطفاء. وحسب شهود عيان فإن الحريق التهم محلات تجارية وخدماتية وتسبب في أضرار مادية كبيرة. الحريق وحسب موفدنا إلى هناك نشب صبيحة اليوم في حدود الساعة 11:30 بالمركز التجاري توب شوب الواقع بشارع عبودي بولاية البليدة، واندلع الحريق إثر شرارة كهربائية بمحول الطاقة لصنع الغاز حسب ما صرح به صاحب المركز التجاري. وقد ساعد تدخل السريع لأعوان الحماية المدنية في الحد من انتشار الحريق وتخفيف حجم الخسائر. المزيد في ميكروفون أحمد صفوان عيسي وأحمد محمود. اليوم 11:45 11:45 دقيقة كان عندنا اندلاع حريق على مستوى المركز التجاري هنا في ولاية البليدة في سونتر فيل توب شوب. دونك من لا بروميير مينوت اللي جاتنا لا ديكلاراسيون اون انجاجي تو لي موان الوسائل المادية تاعنا البشرية والوسائل المادية. بون لحد الآن لو فو نجم نقولوا راهو ميتريزي بنسبة كبيرة، حوالي 70% راهو ميتريزي. الوسائل اللي انجاجينا بهم كل الوسائل الوحده الرئيسيه ولايه البليده ووحدات 15 وحده المجاوره لها. بالنسبه للخسائر البشريه للاسف عندنا 8 جرحى اصيبوا باصابات بسيطه على كل حال، 4 في عين المكان هنا تريتينيان في عين المكان قدمنا لهم اسعافات اوليه، وربعه راهم في المستشفى المستشفيات المختلفه. كملنا كملنا خدامين او ديبو جوا 11:05 احنا نظبطين خدامين الليل، احنا وصلنا النار شعلة، شفنا حكمة خلاص، ما جاو لي بومبي، ما جاو خدامين، نطفي ما تفاتش. وين بدات النار؟ وين بدات؟ في الديبو داخل. الديبو هذا واش فيه؟ وليت غطاء فيه حوايج، فيه غير الحوايج، فام و شي حكمة النار مليح، وليت طفيوها. ما كانوش تحرك كامل وتعرف. راح كاع نص تاع الحوايج كاع راح. وديبو حرق والباركينج. لا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، صرات سيركوي. في البلوك تاع صون الغاز ما نعرفش ما كانش مامن ولا ما على باليش، ليسونسيال انا كيما انتو شاري حتى واحد هذاك هو ما يهمنيش انا المهم دراهم يروحوا ويجوا، بصح كي يروح لي صباع صغير ما يخلفش. الحمد لله وان شاء الله شهر شهرين نعاودوا نعوضوا الامور ونعاودوا نرد الخدامين ان شاء الله. عندي 360 خدام ما نفرطش فيهم. الحمد لله 360 ما نقاسوش. لا 360 خدام اللي عندي ما نقاسوش الحمد لله، هذا هو ليسونسيال. ما يهمنيش دراهم يروحوا ويجوا. وشهر شهرين عاود نرنوا في كل ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله السلطات يعاونونا شويه يدعمونا. الله غالب حاجه تاع صون الغاز شحال ندير انا البلوك تاعهم طرد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث يلتحق بنا عبر الهاتف مباشره المكلف بالاعلام على مستوى ولايه البليده، مكلف بالاعلام للحمايه المدنيه ياسين الشعباني. اهلا بك سيدي. إذا يبدو أن الاتصال قد انقطع، نذكر بالحادث الذي حدث اليوم، ارتفاع حصيلة حريق مهول شب صبيحة اليوم بالمركز التجاري الضخم توب شوب وسط مدينة البليدة. ارتفعت الحصيلة إلى 11 جريحا، وذلك حسب ما أعلنت عنه وحدات الحماية المدنية التي تدخلت لإخماد الحريق عبر تسخير 14 شاحنة إطفاء. وحسب شهود عيان فإن الحريق التهم محلات تجارية وخدماتية وتسبب في أضرار مادية كبيرة. الحريق وحسب موفدنا إلى هناك نشب صبيحة اليوم في حدود الساعة 11:30 بالمركز التجاري توب شوب الواقع بشارع عبودي بولاية البليدة، واندلع الحريق إثر شرارة كهربائية بمحول الطاقة لصنع الغاز حسب ما صرح به صاحب المركز التجاري. ختام هذا الموعد الإخباري. On a engagé tous les moyens, الوسائل المادية تاعنا البشرية والوسائل المادية. بون لحد الآن لو فو نجمو نقولو راهو ميتريزي بنسبة كبيرة، حوالي 70% راهو ميتريزي. الوسائل اللي انجاجينا بهم كل الوسائل الوحدة الرئيسية ولاية البليدة ووحدات 15 وحدة المجاورة لها. بالنسبة للخسائر البشرية للأسف عندنا 8 جرحى أصيبوا بإصابات بسيطة على كل حال،
ربعه في عين المكان هنا تريتينيان في عين المكان قدمنا لهم اسعافات اوليه وربعه في المستشفى في المستشفيات المختلفه. كملنا نورمالمون كملنا خدامين او ديبو كيغو ديبو جوال 11 5 حنا مضبطين خدامين الليل وصلنا النشاله شنو حكمت خلاص ما جاو لي بومبي ما جاو خدامين. 11 جريحا وذلك حسب ما اعلنت عنه وحدات الحمايه المدنيه التي تدخلت لاخماد الحريق عبر تسخير 14 شاحنه اطفاء. وحسب شهود عيان فان الحريق التهم محلات تجاريه وخدماتيه وتسبب في اضرار ماديه كبيره. الحريق وحسب موفدنا الى هناك نشب صبيحه اليوم في حدود الساعه 11:30 بالمركز التجاري توب شوب الواقع بشارع عبودي بولايه البليده واندلع الحريق اثر شراره كهربائيه بمحول الطاقه لصنع الغاز حسب ما صرح به صاحب المركز التجاري. وقد صعد تدخل السريع لاعوان الحمايه المدنيه في الحد من انتشار الحريق وتخفيف حجم الخسائر. المزيد في ميكروفون أحمد صفوان عيسي وأحمد محمود. اليوم 11:45 11:45 دقيقة كان عندنا اندلاع حريق على مستوى المركز التجاري هنا في ولاية البليدة في سونتر فيل توب شوب. دونك من لا بروميير مينوت اللي جاتنا ديال لا بروميير مينوت اللي جاتنا لا ديكلار نطفي فيها مازال ما تفاتش. وين بدات النار؟ وين بدات؟ في الديبو داخل. الديبو هذا واش فيه؟ قول لي شي خطأ. فيه حوايج فيه كوفي غير الحوايج حوايج فام و شي حلمة النار مليح. واش طفيوها؟ ما كانوش تحرك كامل وتاع راه كاع نص تاع الحوايج كاع راه وديبو حرق والباركينغ. لا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل صرات اون سيركوي في البلوك تاع صون الغاز ما نعرفش ما كانش مامن ولا ما على باليش ليسونسيال انا كيما انتو شاري حتى واحد هذاك واسع ما يهمنيش ما يهمنيش انا المهم دراهم يروحوا ويجوا بصح كيروح لي صباع صغير ما يخلفش الحمد لله وان شاء الله شهر شهرين نعاودوا نعوضوا الامور ونعاودوا نرد الخدامين ان شاء الله. عندي 360 خدام ما نفرطش فيهم. الحمد لله 360 ما تقاسوش. لا 360 خدام اللي عندي ما نقاسوش الحمد لله هذا واسع هذا هو ليسونسيال ما يهمنيش الدراهم يروحوا ويجوا وشهر شهرين نعاود نرنوا في كلش ان شاء الله باذن الله وان شاء الله السلطات يعاونونا شويه يدعمونا الله غالب حاجه تاع صون الغاز الحمد لله انا البلوك تاعهم طرد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث يلتحق بنا عبر الهاتف مباشرة المكلف بالإعلام على مستوى ولاية البليدة مكلف بالإعلام الحماية المدنية ياسين الشعباني. أهلا بك سيدي. إذن يبدو أن الاتصال قد انقطع. نذكر بالحادث الذي حدث اليوم ارتفاع حصيلة حريق مهول شب صبيحة اليوم بالمركز التجاري الضخم توب شوب وسط مدينة البليدة. ارتفعت الحصيلة إلى 11 جريحا وذلك حسب ما أعلنت عنه وحدات الحماية المدنية التي تدخلت لإخماد الحريق عبر تسخير 14 شاحنة إطفاء وحسب